ازيك يا دكتور ايهاب؟ حضرتك منورنا النهارده. أهلا وسهلا بيكم. هنستنى بس الناس تبدأ تدخل كده وبعد كده نبدأ على طول. أوكي. الناس بدأت تدخل. منور يا دكتور ايهاب. أهلا وسهلا. طيب نبدأ احنا النهارده يا جماعه لايف اي ام اي لايف لجيزه دنتال اكاديمي، ودي مبادره مننا في ظل الازمه طبعا اللي حاصله في العالم كله دلوقتي. اكيد كلنا متاثرين بيها كاطباء اسنان، وبنحاول نستكشف في الوضع الجديد وهنتعامل معاه ازاي. طبعا معانا شخص غني جدا جدا على التعريف، البروفيسور البوب يا جماعة دكتور إيهاب هيكل، الأب الروحي لطب الأسنان في مصر كلها، وهو أستاذ إدارة العيادات بكلية طب الأسنان جامعة الدلتا وجامعة ام اس اي سابقا، وهو حاليا مرشح لمنصب نقيب أطباء مصر. دكتور إيهاب، حضرتك احنا مبسوطين جدا النهارده ان حضرتك معانا، سمحت لنا بوقتك عشان نرد على الأسئلة اللي جات لنا واللي لسه هتيجي عن الوضع دلوقتي وهنتعامل معاه ازاي. اوكي طيب تفضل. احنا جالنا أسئلة كتير، فخلينا نبدأ بأول حاجة. أول سؤال جالنا كان ايه هو دورنا كأطباء أسنان في الأزمة الحالية بسبب الفيروس؟ اوكي دورنا يعني دورنا مقسوم لحاجتين. أول حاجة إحنا نعتبر زي جيش الاحتياط بتاع البلد، يعني وقت اللزوم بيستدعونا، وده اللي حصل حاليا. الأطباء البشريين مش بيكفوا، أو هيبقى مشغولين في التعامل المباشر مع مرضى الكورونا نفسهم، فبيحتاجوا ناس يعني تفهم في الطب، أو يعني ذات خلفية طبية زي الأسنان والصيادلة، انهم يتعاملوا في الحاجات المبدئيه، في الكشف، في الترصد، في الحاجات زي كده. فده قامت بيه الوزاره فعلا. احنا في النقابه كلجنه ازمات عملنا فرق لمكافحه العدوى، اخذوا تدريب اونلاين حوالي 740 واحد، وبعتنا الكشوفات للوزاره بحيث ان هم وقت اللزوم، يعني لو لا قدر الله الوضع تطور عن كده، نبدا نستعين بالناس دول مدربين وجاهزين انهم يشتغلوا. لسه لم يتم الاستدعاء مع الكشوف المبعوثه، منهم يعني يمكن حاجه 20 واحد، 26 او 29 واحد ماجزيل اوفيشال، اخصائيين ماجزيل اوفيشال. فاحنا بعتناهم. دورنا بقى ك يعني عيادات وكده، طبعا مش هنشتغل غير طوارئ بس،
انا عارف ان في ناس شغال عادي خالص، لكن يعني ده مش صحي ومش مفروض انه يتعمل، لان ديت ريكومنديشنز دوليه، مش الوزاره هنا اللي عاملاها ولا النقابه، لكن ديت كل منظمه يعني جمعيات طب الاسنان في العالم كله اقرت هذه النظم، انه العيادات الاسنان ما تشتغلش، بالذات ان في تناسل رذاذ كتير جدا في شغلنا من السيرنج وكده، فقالوا ما يشتغلوش غير الحاجات الطارئه، يعني ما اقدرش اقول لبيشنت موجوع ما نعالجكش. فدي حاجه احنا هنضطر نعملها، لكن يعني في اضيق الحدود بنقلل الشغل على قد ما نقدر. ده دورنا كده. في بقى ده ادوار تطوعيه، يعني الانسان لازم ياخد الامور بناحيه ايجابيه شويه. يعني ايه بناحيه ايجابيه؟ يعني نحاول نطلع من كل حاجه بمكسب او يعني باستفاده. من ضمن الاستفاده المهم دلوقتي ان انا اجهز نفسي كدكتور اسنان للمرحله الجايه. اجهز نفسي ازاي؟ ان انا ما كانش عندي وقت اخد كورسات، ما كانش معايا فلوس اخد كورسات، كنت في حاجات عايز اجهز العياده، عايز ابدا شويه اعمل شويه دراسات للعياده، عندي تحليل لارقام عندي في العياده، عدد المرضى، مين المرضى اللي بيدفعوا اكتر، وهكذا ابدا اجهز نفسي عشان المرحله الجايه. دلوقتي الازمه دي اوجدت لنا اهميه الاونلاين، بدا يظهر جدا، وناس كتير جدا بيعملوا دلوقتي كورسات اونلاين مجانيه، وفي يوميا في كذا حاجه بتتعمل يوميا، فدي طريقه للاستفاده والتعلم من الحاجات اللي هي الاونلاين، بحيث ان انا هبدا اشوف يعني واحد مثلا عمره ما اشتغل في الامبلانتس وبدا يبقى في محاضرات وحاجات كده اونلاين دلوقتي للامبلانتس. بتكلم على الحاجات المجانيه، مش بتكلم على بفلوس كمان، يعني الفلوس ده موضوع تاني. فابدا ادخل في الموضوع، ابدا اشوف يمكن ابقى انترستد بالدرجه اللي تخليني بعد كده اكمل وعايز اخد كورس فعلي وبهاندز اون وكده. ممكن الاقي الموضوع بالنسبه لي لا، انا خليني اكمل اخد مثلا حاجه في ادفانسد في الاندو. فبالتالي ببدا اجهز نفسي، اجهز نفسي بقى اشوف عيادتي، يعني اللي عنده عياده يبدا يشوف عيادته، يبدا بيعمل شويه تحليل بقى اللي هي الحاجات اللي ممكن قادرين نعملها. انا عندي كام بيشنت فيهم اكتف، كام بيشنت مازال ما يعني اكتف مازال بيجي، كام بيشنت ريفيرال جالي من بيشنت ثانيين موجودين. ابدا اشوف بقى الاحصائيات دي، ابدا احاول احسب تكاليفي عشان اعرف تسعيري ماشي صح ولا غلط. ببدا اشوف البيشنت سواء بيجوا منين، مصدر البيشنتس بتوع بيجوا منين اصلا، يعني هل هي الورد اوف ماوث اللي شغال ولا في دعايه معينه هي اللي بتجيب البيشنتس، عشان اعرف اركز على ايه واصرف فلوسي بعد كده قد ايه. الحاجه الثانيه ابدا اشوف التكاليف، حساباتي، الايجارات، المرتبات، الحاجات دي كلها دي لازم تدخل من ضمن التكاليف عشان اقدر في حاجات كتير ممكن اعملها الفتره دي عشان اعوض نقص. يعني عندي فتره غصب عني في الشغل، الفتره دي مهمه جدا ان انا احسب فيها اموري عشان المرحله اللي جايه ابدا اشتغل فيها ازاي. هو كمان في حد سال، في دكتور احمد عبد الرحمن دلوقتي بيقول يعني انا لو قفلت في منطقتي او لو اشتغلت طوارئ بس، ما في غيري مش هيقفل، وفي غيري هيشتغل كل حاجه مش هيشتغل طوارئ بس. ف مظبوط حقيقي. في حاجه برضه شوفي، يعني اللي عايز يمشي غلط هو حر، يعني احنا بنتكلم على الصح، انا مش قادر اقول لحد يمشي غلط، انما في ناس انا عارف يعني ظروفها لا تحتمل، يعني ما اقدرش الومهم بصراحه، يعني ما اقدرش الوم واحد ظروفه لا تحتمل ان هو ما يشتغلش. انا ما اقدرش الومه، مش هقول له يعني جوع، يعني دي صعبه. فاللي شغال بس هنا في الحاله دي يبقى لازم يشتغل بحرص قوي، يعني يحاول ان هو ما يعملش تطاير للرذاذ كتير، يعني السيرنج يستخدم في اضيق الحدود، يستخدم رابر دام، ما يعملش حاجه ممكن تعمل جاجنج ريفلكس او كف للبيشنت، يعني مثلا حاجه زي الاكس ريز، الانترا اورال الاكس راي، ممكن تخلي البيشنت يكح، جاجنج ريفلكس من امبريشن، حاجه زي كده. لازم اخد بالي على قد ما اقدر، يعني ربنا يكون في عونهم. انما هو بقى لو لقيت المكان ده هو اللي شغال، دي ده موضوع تاني، يعني لو مهما اخذ مش هيقدر ياخد كل الشغل بتاع الناس، وبالذات لما ترجع الامور تاني. دورك بقى اولا ان انت الفتره دي انت ما عندكش شغل، تتواصل مع البيشنتس. يعني بمعنى ايه؟ تبدا تتكلم مع البيشنتس بتوعك، تطمن عليهم، هل في حد تعبان، هل في اي حاجه. طبعا قافل عشان الظروف، انتوا عارفين احنا عندنا انفكشن كنترول عاليه ولازم ناكد على الموضوع ده.
يعني هو بيتكلم مع البيشنت، لكن برضو دي تعليمات منظمات الصحه كلها ووزاره الصحه وكده، فبالتالي احنا مضطرين نقفل. لكن لو انت حاسس باي تعب او في عندك اي حاجه، في حاجه مضايقاك، ممكن انزلك مخصوص العياده. فدي تتعمل بهذا الشكل. البيشنت مش مفروض يتجمعوا في العياده، انا بتكلم بالنسبه بس اللي هم شغالين. يعني هنبدا نظبط شويه، يبقى فيها ابوينتمنتس، نشتغل بالابوينتمنتس. الناس اللي مش بتشتغل ابوينتمنتس ده هنا بقى الفتره دي تعمل موضوع ابوينتمنت، تعمل موضوع الابوينتمنتس بطريقه كمان ان هو البيشنت ما يقعدش جوه العياده. يعني البيشنت يجي يبلغ بالتليفون ان هو واصل، يستنى في عربيته، يستنى في الشارع ويطلع على الموعد، يتصلوا بيه يطلع، بحيث ما يتجمعش اكتر من واحد قاعدين في الريسبشن. ولو حد قاعد في الريسبشن حتى لو هيقعد مثلا 5 دقائق 10 دقائق، طبعا لازم يلبس ماسك ويتعقم ويعقم والكلام ده كله. فده بالنسبه اللي هو شغال. انا شايف في واحد بس بنعمل ايه في الشغل في الوحدات الصحيه، ما ده انا لسه قايله، احنا جنود. ففي الوحدات الصحيه هنشتغل اللي هو يعني طبعا العيادات الاسنان شغاله في الصحه حتى للطوارئ فقط، الحاجات اللي فيها يعني حاجات طارئه وفيها الم للبيشنت، فبرضه هتشتغل حاله الطوارئ كمان في العياده. انما بالنسبه للناس اللي هي اتخذت او طلب منها انها تشتغل في فرقه مكافحه العدوى في الكشف والترصد والكمائن والحاجات اللي زي كده، ده دورك وده واجبك كطبيب، لكن ما تشتغلش من غير وسائل حمايه، لان في كتير اشتكوا ان مفيش جلافز او مفيش ماسكات. حقك تعترض وما تشتغلش وتعمل بلاغ كمان. وفي رقم طوارئ، في وحدات كمان يا دكتور مش وصل لها اصلا، ان في قرار وزاري ان الشغل طوارئ في الوحدات الصحيه. في قرار وزاري موجود ولازم يتنفذ، طالما انت قبلت تشتغل في الوزاره يبقى لازم تنفذ كلام الوزاره. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بقول ان احنا عندنا ناس اصلا متطوعين لهذا الامر، يعني في ناس متطوعين لهذا الامر، يبقى احنا دي حاجه مختلفه بالظبط. فانما اللي بيشتغل في الوزاره ويطلب منه هذا الكلام يعمله، لكن لازم وسائل وقايه. اللي ما يلاقيش وسائل وقايه ويطلب منه ينزل، يعترض رسمي ان شاء الله، ينزل يروح يحمل محضر ويبعت للنقابه على رقم الطوارئ اللي حاطينه في رقم واتساب، يبعت يبلغنا، احنا هنبلغ مجلس الوزراء بهذا الكلام. تمام. طيب بالنسبه لو حد هيفتح عياده جديد، ده وقت مناسب ان هو يفتح دلوقتي؟ بصي، لو هو صرف خلاص ودلوقتي الايجار هيبدا يشتغل معاه والكلام ده كله، يبدا يعمل اللي هي السوفت اوبننج بتاعه. السوفت اوبننج بتاعه ده يبدا يعمل بقى فيه التجهيز للي جاي. التجهيز للي جاي ده يبدا يعمل بقى التشيك ليست بتاعته، الفلو شارت، نظام العمل هيمشي ازاي، يبدا يحط نظام للعياده ويبقى شغال بس للطوارئ، فقط للطوارئ، يبقى بس هي مجرد سوفت اوبننج بيجرب. لان اي فتره بدايه دايما فيها غلطات بتحصل، فهي فرصه ان هو يكون بيجرب في فتره ما فيهاش بيشنس كتير، يعني الغلطه بيبقى فيها مبلوعه وصغيره وتعدي، غير لما في ضغط شغل عليه. فبيجرب الشغل الخفيف، فلما الشغل الخفيف بيبان معاه، هيبان لو في اي اخطاء اي حاجات زي كده يعملها. لكن لو واحد عايز يبتدي يعني هيبقى ولسه ما ابتداش، يعني طبعا فرصه كويسه للشراء دلوقتي لان مفيش حد بيشتري، فبالتالي ممكن ياخد عروض كويسه. لكن ينطبق لو حد فتح عياده قبل الازمه وبالفعل الفلو بتاعه اصلا كان قليل، فهيشتغل الحالات القليله اللي بتيجي بس هياخد حظر، صح كده؟ بص، هو فرصه دلوقتي للناس كلها اللي بتشتغل ايمرجنسي، اللي هو اللي عنده فلو قليل ده، لو يقدر يتحمل. يعني دايما انا بقولها في المحاضرات عندي، لو يقدر يتحمل ان هو يعمل ايمرجنسيز اللي جايه كلها مجانا، يقدر يعملها، يبقى دي نقطه قويه جدا في صالحه، ان هو بيبين هو مش باقي على الفلوس، وان هو دي عمل واجبه كطبيب اسعاف مش اكتر، يعني كانه استقبال في اي مستشفى وعمل الخدمه مجانا للناس. هو اصلا البدايه ده موضوع جاي، يعني هيتعمل له ايه؟ هي مدخل، هي متحشو بسيط مبسط بتمبرفين او حاجه زي كده، يعني ما فيهاش مبلغ كبير. في ناس هتستغل وتقول ان هي عيادات قليله وفاتحه، فبالتالي ده المفروض ارفع السعر. دي اللي هي النظره الاستغلاليه للامر. لكن تاكد ان البيشنت ده اللي انت ما خدتش منه فلوس، حتى لو ما كانش البيشنت بتاعك يعني اصلا، وبالذات لو قصدي لو ما كانش البيشنت بتاعك، فانت بتعمل له كاسعاف وبترجع هو للبيشنت للدكتور بتاعه، او بتقول له انا هعملها لك وانت رجع كمل العلاج بعد كده بعد الازمه ما تروح. الدعايه اللي هتتعمل له من ساتش بيشنت يعني هتبقى عاليه جدا، باغلى من اي فلوس ممكن يعني يفكر فيها. فدي ممكن تعمل له فلو بعد كده من غير ما يحس. يفضل شغال ايمرجنسي طبعا، والبتاع ده اللي هو عنده فلو قليل ده طبعا محتاج ان هو يبقى متواجد. على ذكر برضه النقطه دي، كان في حد سال لما الازمه تعدي ان شاء الله ازاي يرجع شغل العياده تاني، فهي دي تب كويسه. اولا هو في حاجتين،
هو لازم كلنا نكون متوقعين ان الازمه بعد ما تخلص الازمه هيبقى عندنا 6 شهور صعبين. ال6 شهور صعبين دول ما حدش فيهم هيجي لكم اللي هو عايز سمايل ديزاين وعايز امبلانت وحاجات حاجات زي كده. ليه؟ احنا في ايام الثوره ما تاثرناش، يعني الناس كانت بتنزل حظر التجول تروح تتعالج. ايام الثوره كان الشغل بتاع الاسنان ما تاثرش رغم ان في قطاعات ثانيه تاثرت. اللي تاثرنا فيه كان يوم تعويم الجنيه. تعويم الجنيه يوم ما اتعمل كان في شهر نوفمبر، قعدنا متاثرين بالموضوع ده لغايه شهر 6 اللي بعده، وبدا الشغل شويه يشتغل شويه من شهر 6 مع دخول الصيف وحركه الاقتصاد اتحسنت شويه وناس سياح جاي عرب جايين، المصريين اللي بره اللي جايين اجازات ابتدى يرجع شويه من شهر 4. بس عارف في نتيجه ان الحاجات كلها غليت علينا مره واحده والناس كلها الحاجه غليت عليها فمصاريف زادت. فاحنا برضو اللي هيحصل بعد فتره الازمه دي ان في تباطؤ كبير في الاقتصاد. تباطؤ الاقتصاد ده هيبقى سببه ان مفيش دوره للفلوس. يعني دلوقتي المشاريع معظمها معطل، القطاع الخاص تقريبا واقف شغله متعطل تماما، فبالتالي مفيش حد بيدفع فلوس لحد، فمفيش الفلوس ما بتلفش. يعني عيادات الاسنان دلوقتي ما بتشتغلش فما بتدفعش فلوس للشركات، صاحب الشركه ما بيدفعش فلوس اللي كان عايز يروح يشتري شقه، اللي عايز يشتري عربيه، اللي عايز يجيب حاجه، فالفلوس ما بتلفش. فبالتالي هيحصل تباطؤ كبير جدا في الاقتصاد، خاصه ان هو مش عندنا بس اقتصاد عالمي، فما فيش فلوس ممكن تيجي من بره بسهوله. يعني حتى السياح لما يبداوا يرجعوا هياخدوا فتره على ما يبداوا يرجعوا، لان برضه ما هم كمان في ازمه ما بيصرفوش. فالتباطؤ ده هيعمل 6 شهور عطله. الفتره دي اللي انا بقول عليها اللي هي الفتره اللي احنا نبدا نجهز نفسنا من تاني. الفتره دي اللي هي محتاجه تواصل مع البيشنتس، مش بالدرجه اللي نقول ايه انا عايزك تجي لي، انا مش عامل بقى نفسي، انا بعمل له بقى نوع من التوعيه. ممكن ابقى فيه اطلع بقى اعمل فيديوهات على اليوتيوب، الناس خلاص بقت لينكت اكتر بالانترنت. الثوره لما حصلت ربطت ناس كتير بالفيسبوك، اللي ما كانش عندهم فيسبوك بقى عندهم فيسبوك، ده بدا يدخل على السوشيال ميديا كتير، فالفتره دي زودت هذا الامر اكتر، وكل الحاجات الكتير الاونلاين اللي بدات تشتغل. فممكن كل طبيب يعمل نفسه زي يوتيوب شانل، بيبدأ يظهر عليها، بيبدأ يتكلم يشرح للناس على أساس أنه هو يظهر لهم طول الوقت كأنه بيعمل نوع من التوعية الصحية والتثقيف. بتتواصل مع البيشنت بتاعك حتى بعد الأزمة، بس مش بنية أن أنت إيه عايزك تجي لي، لا، إنما هي أن أنا بطمن عليك، بشوف أي حاجة الفترة عادي خلاص على ما بلغك أن أنا فتحت، لو في أي حاجة محتاجة. يعني التواصل ده مع البيشنت بس يحصل، بس مش بتواصل معاه أن أقول له إيه والنبي تعالى، لا، ان انا بدي ايه بديله وعي توعيه صحيه وبتاع وفتره ما بعد الكورونا والكلام ده، وبطمن عليه لو في اي حاجه مستعجله. انا عارف الازمه الاقتصاديه مأثره على الكل، لكن لو في اي حاجه مستعجله تعالى، يعني من غير حاجه اعتبرها يعني حاجه هديه مننا، فري مننا، امرجنسي. مش بقى ارجع بقى من نظام الخصومات والكلام الاهبل بقى اللي هو الايه، نعمل خصومات وعروض وحاجات زي كده، لان كل الناس هتجري على هذا الامر، ده شيء رخيص جدا وبيقلل من قيمه الواحد. وبالتالي احنا كمان شايف ان احنا دورنا دلوقتي ان حتى لو مريض جه اتصل وهو ما عندوش حاجه ايمرجنسي، فاحنا برضو واجبنا ان احنا نحذره، او يعني نوعي انه النزول دلوقتي مش حاجه صح، والاختلاط عامه مش هي طبعا ده واجب لينا. ان مثلا في هتلاقي الناس واحد بيتصل، يعني مثلا بشوف حاجات زي واحد يتصل يقول ان البراكت بتاع الاورتو بتاع ابني وقع، هي مش حاجه تخوف، يعني عارف حاجه مش، او ما بيفتكروا ان ده هيحصل لازم اجي الحق دلوقتي، ده طبيعي حتى في الايام العاديه. فلازم الريسك دي مش حاجه تخوف بتاع، بالعكس انت خطر انت انتقال عدوى ليك من انت تنزل الشارع اصلا ولا تيجي ولا اعلى من اي مشكله ممكن تحصل في بسبب براكت وقع، يعني مش هيكسر الدنيا. فالمريض يبقى فاهم يعني ايه ايمرجنسي صح، يعني واحد بيقول اصل انا موضوع عندي جيب عايز انضفه وعايز، يعني نبدا بقى نفهمه يستخدم مضمضه يعمل كذا، لكن ما يبقاش ان هو ايه اي حاجه عايز يجي وفرحان ان انا جاي لي بيشنت. يعني بس مش بدرجه، يعني مش بالمنظر او الوصف ان انا بطرده او بقول له لا ما تجيش، انا عايز تيجي عشان خايف، بالعكس انا خايف عليك، يعني بطريقه انا خايف عليك، الموضوع بتاعك ده بسيط جدا، لازم اطمنه ان الموضوع بسيط، لان لو ما اطمنتوش هيتصل بحد تاني يروح له وهيفهمه بقى ساعتها التاني الموضوع خطير والكلام ده كله. فلازم يحس بيها من الناحيه دي. ارجع اقول ان لو حاله ايمرجنسي فكروا فيها كده، يعني دلوقتي عندنا الجلافز مثلا غلي سعرها، كانت ب 50 جنيه وصلت ل 150 جنيه. اوكي، تخيلي لو اتصلتي بشركه من الشركات اللي معاها والشركه دي قالت لك انا عندي الجلافز وهجيبه لك ب 50 جنيه،
تقديرك لهذه الشركه ايه اللي ما استغلتش الازمه. فهي نفس الحكايه بالنسبه للبيشنت، ان انت ما استغلتش الازمه بتاعته وانك انت ايه ده تعالى وهسفحك لان انا الوحيد اللي فاتح مثلا. فنظره البيشنت ليك ايه؟ فهي دي نفس الفكره. دايما مبدئي في الحياه افكر كزبون مش افكر كدكتور، افكر كزبون. يعني افكر كزبون يعني انا زي ما عندي زباين انا زبون عند ناس ثانيه، اللي انا بحب يتعامل معايا يبقى لازم اعمله على الناس، فالناس هتقدرني زي ما انا بقدر المكان الثاني اللي بتعامل فيه كويس. طيب الناس برضو بتسال تحافظ ازاي على دخل العياده دلوقتي بحيث انها على الاقل تغطي المصاريف وتغطي مرتبات الاستاف اللي معايا. مش هتقدر ده سؤال كتير. مش هتحافظ على، ما حدش هيقدر يحافظ على دخله دلوقتي، كل الناس دخلها اقل. ما فيش حد هيقدر يحافظ على دخله نهائيا. ما حافظ على دخلي معناه ان الشغل بتاعي يمشي زي ما هو او يزيد، وده مستحيل دلوقتي. فما فيش اسمها حد يقدر يحافظ على دخله. الفكره اللي هي كلها ان احنا نقلل مصروفاتنا، اولوياتنا لازم تتغير شويه. نقلل مصروفاتنا مش بمعنى ان انا اجي على الموظفين اللي عندي، يعني ان انا اقلل مرتباتهم او امشي ناس، ده حرام. هو ده برضه السؤال الثاني، يعني ان هو كان بيتكلم لو اضطريت اقفل فتره ما عنديش حاله طوارئ، طب انا هعمل ايه مع الاستاف؟ ادير مرتباتهم؟ لازم افضل ادفع لهم مرتباتهم. لو هم بياخدوا بوانس ممكن اوقف البوانس، انما المرتبات الاساسيه ما توقفش. هم مذموم بايه؟ يعني طب هم هيعملوا ايه؟ هيعيشوا منين؟ ما هو يعني هنا كده فقدوا الولاء بتاع المكان. دايما في اداره الاسماء شخصيا برضه بيبقى عند نفس السؤال، طب انا هعيش منين؟ انا هعيش منين؟ انا لو انا صاحب الشغل في الاخر انا اللي بتحمل. الحكومه بتدفع مرتبات الموظفين رغم انهم من السوق ما يروحش. اوكي، ف يعني من تاني مبدا من مبادئ الكرايسيس مانجمنت بيقول put people before business. الناس دي اهل بيتك، فما حدش هيجي مثلا لمراته ما ياكلهاش ويقول اصل في ازمه. فدول نفس الحكايه، دول اهل بيتك خلاص، فدول انت الملزم بيهم حتى لو هتروح تستلف فلوس. لان دول لما انت بتكسب زياده ما بتدهمش زياده. يعني انت لما تدخل لك انت بتديهم مرتبات حتى لو بتديهم بونص. يوم ما انت بتدخل انها الشهر ده انت كسبت 100,000، الشهر ده كسبت 10، الشهر ده 20، الماكس اللي انت خدته ده ما اديتلهمش نصه. فانت صاحب الامر. يعني حد مثل بس بعياده تم فيها هذا الكلام، لسه كنت بتكلم مع صاحبها امبارح يعني، وقفل العياده فعليا ومركز كبير هو، ومرضاش يخفض مرتبات الناس لدرجه ان هم يعني صعب عليهم ممكن نخفض شويه. هم اللي طلبوا نخفض شويه، قال لهم لا. يعني انا السنه اللي فاتت جبت عربيه بنص مليون جنيه من شغله معايا، ما شاركتكوش فيها، فبالتالي حقكم عليا انتوا في مرتبات ماشيه. فتخيلوا رد فعل الناس ايه، دول الولاء الرهيب اللي عندهم. في المريض برضه اللي انا هعالجه دلوقتي واقول له براحتك. الأزمة هتعدي وهنكمل وهنعيش. يفضل معايا رجالة وجنود فعلا واقفين لي وبيحبوني وعايزين يشتغلوا معايا ويموتوا روحهم علشاني، ويرفضوا عرض عند حد تاني حتى لو أغلى بسبب أنا وقفت معاه وقت الزنقة، دي بيشيلوها جامد. فدي مهمة ليا. أنا صديق في أمريكا بيقول لي طريقة عيادته، هو مصاريفه الشهرية توصل حوالي 40,000 دولار بالمرتبات بالكلام ده كله. قال لي أنا زعلان ان انا مشيتهم. قلت له طب انت دول حرام زبون. قال لي لا، ما هم بياخدوا باي تشيكس بتاعت اللي هي ان امبلويمنت. لو هناك لو واحد بيترفد بيسيب شغل او بيترفد بياخد معونه من الدوله، شيكات شهريه. بس هو خسر ايه؟ بيقول لي فيهم واحده بقى لها معايا 20 سنه شغاله. فدي هو خساره ترجع له تاني. يعني دي نو واي انها ممكن ترجع له تاني. دي ما هتروح لواحد ما بيبيعهاش. فهو خسر ناس حتى لو هم متعاضين من الدولة. فلا، الناس دول أهم. الناس برضو بتسأل طب لو الحظر فضل ما يدفعش فلوس لولاده ومراته ويقول في أزمة، هيكلهمش ويقول في أزمة، أنا هجيب لكم منين؟ هيروح يستلف عشانهم. دول أهل بيتك، معلش الموظفين دول أهل بيتك. زي أهل بيتك بالظبط. دول أهل بيتك بالظبط. طيب هو برضو الناس بتسأل النهاردة الحظر اتمد أسبوعين، طب لو الوضع ده استمر في رمضان هنعمل ايه؟ يعني الحظر النهارده اتمد اسبوعين كمان، طب لو الوضع ده استمر او الحظر استمر في شهر رمضان كمان، الناس هتعمل ايه في العيادات؟ والله انا اتمنى ما يستمرش في رمضان، لانه لو استمر في رمضان هنشتغل الصبح بس، ودي اصلا في رمضان صعب، فتره صعبه جدا. شغلنا كله في رمضان يبقى بالليل.
انا ما اعتقدش ان الدوله هتستحمل يعني اقتصادها هيقوم يعني العواقب الاقتصاديه بتاعت استمراريه الحظر في رمضان، هو الا العالم لو الوضع مش الا هيقدر ولو يستحمل. الوضع لا بقى انا بس انا كان عندنا احنا، لان احنا اقتصادنا مش حكومي قوي، احنا الاقتصاد الخاص عندنا اعلى من الحكومي، فالناس هتقف تماما. ممكن يعني يبقى فيها شويه محاذير لو الناس تبعت المحاذير، الوضع لو تفاقم صحيا طبعا هيتعمل حظر في رمضان، ويعني كل واحد يخبط دماغه في حد ملهاش حل. انما لو الوضع بدا مستقر نسبيا مع مع الكلام اللي بيقولوا بقى دخول الحر هيأثر والكلام ده، الحظر يقدر يكمل في رمضان اقتصاديا مش هيتحمل. ممكن بقى هنا يلجأوا لسياسه اللي هي الهيرد اميونيتي بقى اللي بيتكلموا عليها، هي مناعه القطيع، انه بقى خلاص نسيب بقى اللي والبتاع واللي يخف يخف واللي يتحمل يتحمل. يعني اتمنى هذا، بس احنا فعلا احنا هيبقى صعب جدا علينا ان احنا الحظر يستمر للاطباء الاسنان في رمضان، لان عياداتنا كلها بتشتغل بالليل، مش بتشتغل الصبح الا القليل جدا. مش ثقافه ان احنا علاج الاسنان النهارده مش موجود قوي يعني، فربنا يستر. واللي هيبقى شهر بقى اللي هو زيرو الدخل هيبقى صعب جدا هيبقى طبعا ان شاء الله، ما نوصلش المرحله دي ان شاء الله. يعني ان شاء الله. يعني طبعا ناس بتسال كتير بقى عن موضوع الاسعار اللي جننتنا كلنا يعني أسعار إيه؟ اسعار الخامات عموما، اسعار الماسكات، الجلافزات، كل حاجه بتزيد. يمكن الماتيريالز نفسها او الانسترومنتس نفسها ما زادتش، بس الخامات لا نفسها ما بتزيد. زاد ولا حديد، لا اللي زاد فقط اللي هي الحاجات اللي هي بتاعت مستلزمات الوقايه، لان عليها هجوم كبير جدا في العالم كله. اولا يعني انا اتواصلت حتى مع شركات في الصين وكده، لقيت انهم رفعوا الاسعار جدا، والتوريد كمان 6 شهور. فاللي يبقى اللي عمل المشكله دي كلها مش بس ان في هجوم طبي عليها، الهجوم الشارع الجمهور العادي للاسف بيسيء استغلالها، انه بيوصل ان هو ياخد سيرجيكال ماسك، مش الماسك المكبب العادي ده الكون ده، الجلافز اللاتكس بيستخدمها مع ان هو مش محتاج عليا غير جوانتيات فحص للحاجه الصغيره اللي بيعملها ويرميه بعد كده. فده اللي رفع اسعارها. لكن دلوقتي انا كنت حطيت فكره ونزلت فيديو ازاي ممكن نعمل ماسك لنفسنا، وبدات الناس تجيبها وتعملها مشغل خياطه وبتاع، وبيطلبوني بيطلبوا يتصلوا بالتليفون ياخدوا تليفون المورد اللي بيبيع الخامه دي كلها. الازمه ديت مالهاش علاقه بالماتيريالز ولا بالانسوس ولا هتاثر عليها، بالعكس ده ممكن الحاجه الوحيده اللي دلوقتي يمكن بس تاثر يحصل فيها شحوب شويه، ان مفيش شحن. الشحن بتاع الخامات بتاعتنا كلها بيجي بطريقتين، يا اما بيجي بالبحر وده شغال لسه، وحاجات بتيجي بالجو بالطيران الجوي زي الكومبوزيت والماتيريالز والحاجات اللي زي كده او اجهزه الاشعه. الشحن الجوي البحري شغال زي ما هو ما فيهوش مشكله، الشحن الجوي هو اللي فيه مشكله، لان احنا شحننا كله كان بيجي في طيارات الركاب، فده كان ليه تكلفه بسيطه. اللي شغال دلوقتي الشحن الجوي بطيارات الشحن، ودي مكلفه جدا، بتبقى 3 أو 4 أضعاف الشحن التاني. ده اللي ممكن يرفع سعر الحاجه دلوقتي فتره الحظر بس، لكن لو الطيران رجع الحاجه هتمشي عادي. ما توقعش يبقى في زيادات في الاسعار العاديه، لان الشركات نفسها دلوقتي مش بتبيع، بيع عند الشركات قليل نتيجه الشغل القليل والعيادات الاقل. فهتيجي الفتره اللي بعد انتهاء الحظر هتلاقي ان في عروض واوفرز، لان الشركات عايزه تبيع كمان، هي عندهم مصروفات وعايزين يعني دوره الشغل عندهم تمشي، وعندهم مرتبات يدفعوا للناس دلوقتي برضو في الحظر ما فيش شغل. فما اعتقدش ده هيرفع الاسعار، اللي اترفع سعره فقط وسائل الوقايه. يعني هي دي يعني انا يعني اكيد حضرتك توافقني في الموضوع ده. يعني احنا برضو كدكاتره من دورنا ان احنا لو شفنا حد في الشارع لابس جلوفز يلبس الجلوفز طول ما هي بره البيت. في ناس بتلبس الماسك في الشارع طول ما هي بره البيت، وبتمسكه وتنزله وترفعه تاني. فيعني لما تشوف حد يعمل كده اقول له غلط. انا مش بقول له كده، انا بقول له انت لو طول ما انت لابس الجلوفز ده والماسك ده مش هتلاقي دكاتره تعالجك يوم ما تعيا، لان الدكاتره مش هتقدر تعالج وهي لابسه من غير ماسك وجلافز، واحنا مش لاقيين الماسكس والجلافز. والله يعني انا حاول افهمهم ان مش لاقينه اصلا. انا بقول لك الاقي المكواجي قاعد طول اليوم بماسك واحد وجلافز واحد وشغال بيه، فبقول انت بتعمل ايه؟ يعني مش لابسين الجلافز بيطلعوا بره المطعم ويمسكوا كل حاجه ويرجعوا تاني. هي مش مع الناس بس كده، لكن كمان حتى على الفيسبوك وتويتر وعلى الانستجرام، يعني لازم التوعيه تزيد قوي مع الناس. يلبسوا بقى كلوث ماسكس او اي حاجه زي كده، لكن ما بلاش السيرجيكال ماسكس وبلاش اللاتكس اكزامينشن جلوفز بتاعتنا. يعني بيسحبوا اللاتكس كتير. ده دي جلوفزات يعني
الماسكات دلوقتي في مصنع مثلا بيتعمل، في مصنع بتاع المحله ده بدا يعملها، ومشاغل بتعملها والكلام ده كله، فدي ماسك يعني هتتوفر ما فيهاش مشكله. المشكله في الجلافز، احنا مش بنصنعها. في مصنع موجود هنا بتاع بيعمل سيرجيكال جلافز، لكن اللاتكس اكزاميشن جلافز ما فيش مصنع في مصر للاسف، لانه كان محتاج ماس برودكشن رهيب جدا عشان يغطوا، كان بالذات كانت تكلفته هتبقى عاليه، بيع السعر العلبه هيبقى غالي بالنسبه للسوق عشان ما فيش ماس برودكشن. فالماسكس الجلافز اسف الويتنج ليست عليها طويله جدا وسعرها طلع جدا، يعني دلوقتي لو اتجت رسمي وقانوني وماشيه سلسه جدا وما فيش اي ازمه هتتباع ب 120 جنيه، ده نتيجه ان سعرها بره زاد مش نتيجه. هي برضو الناس كانت بتسأل عن هل في شركات هتعمل عروض محترمة على الخامات وتنزل أسعار يعني المواد الاستهلاكية اللي هي الجلافزات والماسكات، ممكن تنزلها تاني بسعرها القديم في عروض جوه عروض يعني؟ أنا بقولك الجلافز والماسكات يعني الجلافز مش هتنزل تاني بسهولة إلا لما تنزل من مصدرها الأصلي بره، وهي علشان عليها طلب عالمي، جوانتيات وماسكات دلوقتي عليها طلب عالمي طويل وهيستمر شويه، ففي ويتنج ليست طويله، فالشركات رفع الاسعار، لكن بعد كده هتبدا ترجع للنورمال بتاعها، وبالذات ان في مصنع هتبدا تعمل، وفي بلاد من ضمنها مصر اكيد هيبداوا يعملوا حاجه عشان ما يقعوش في الزنقه دي، يبداوا يعملوا مصانع حتى لو تكلفه التصنيع اغلى. فبالتالي بعد فتره السعر ممكن ينزل. الشركات هنا مش هتقدر تعمل عروض لان ما عندهاش، هي او ولو جابت هتجيب بسعر غالي، اللي هيتعمل عليه عروض بقيه الخامات والمستلزمات علشان يدوروا شويه الفلوس بتاعتهم، لكن مش الماسكات والجلازات في الفتره الحاليه. بس حضرتك فعلا متوقع ان اسعار الحاجات دي هتنزل تاني بس بعد الازمه يعني؟ بعد السعرات طبيعي بعد 6 شهور لما كل الدول تعمل مخزون. ما هي دلوقتي اللي هيحصل ان كل الدول هتعمل مخزون زي ما بيخزنوا البترول كده للحاجات الاحتياطي، ده خلاص الكوموديتيز بتاع البلاد اللي هي حط منها مخزون للطوارئ، فتخلص الفتره اللي هي عليها طلبيات كتير جدا دلوقتي في الصين واندونيسيا وماليزيا للجلافز بالذات والماسكات اللي بتتعمل دلوقتي، والدول هتبدا توصل يعني الشيفت بتاع تصنيع الصين ده هيبدا يتغير، ان في دول هتبدا تصنع عندها حتى لو بالغالي، فهيبدا هنا يحصل وفره في الانتاج شويه. طول ما في وفره طول ما السعر ينزل. بس يعني هديك مثال، مثلا علبه الماسكات كانت بتتباع من في الصين من المصنع للمستورد، المستورد بيشتريها من الصين كانت ب 60 سنت العلبه اللي فيها 50 ماسك، دلوقتي وصلت $16 و20 دولار من الصين. علبه الجلافز وصلت $4، فيعني مع الشحن مع الجمر مع ضريبه المضافه ضريبه المبيعات كل ده هتتباع 110 120. طب يعني حضرتك مش مع ان احنا حتى مش مع اي حد ان هو يزود تكلفه الخدمه الطبيه اللي بيقدمها في العياده على المريض، بما ان يعني الاسعار الحاجات دي زادت عليه هو كمان؟ ما هو ما فيش تكلفه زادت علينا غير تكلفه اللي هي حاجات الوقايه نفسها، يعني الجلافز كان بيتكلف مثلا الجوز بيتكلف جنيه، دلوقتي الجوز بيتكلف 3 جنيه، يعني رفعت 2 جنيه رفعت 2 جنيه الماسك زاد حفطات جنيه في الواحد، جنيه ونص في الواحد، يعني تكلفه بنتكلم في يعني قولي 5 6 7 جنيه هزود فيها ايه؟ يعني مش التكلفه اللي هي مستاهله نزود قوي يعني او ارفع الاسعار، انا ارفع اسعار لو انا تسعيري غلط، لو انا مش حاسب تكلفتي صح، لان في ناس كتير جدا حاسبه التكلفه بتاعتها غلط، بيعملوا التكلفه بتاعتهم على حسب المعمل، مثلا يضرب المعمل في 3 أو 4، يضرب يشوف تكلفته كماتيريالز يحسبها، مش حاسب بقى الايجار، مش حاسب المرتبات، مش حاسب الكهرباء، مش حاسب استهلاك الكرسي في حد ذاته يقدر يجيب ثمنه تاني منين، الاهلاك الديبريشيشن. لو الحسبه معموله غلط هي دي الحاجه اللي محتاج اصلحها الاول، دي اخطر بكتير، يعني دي بتوصل يمكن اكتر من 50% من التكلفه الفعليه، فدي دي مش محسوبه، مش موضوع الجلافز والماسك يعني، دي ابسط حاجه. بس بيتهيألي حتى لو هو حد يعني تسعيرته غلط مش هيعرف يرفعها دلوقتي، هو ممكن يدرس الوضع دلوقتي بس مش هيقدر، على الاقل يبقى عارف هو بيخسر في ايه وعارف هو تسعيره غلط في ايه، ويعرف يحاول يخلي ده السعر اللي هو عامله ده اوبشن، بحيث ان هو يحط اوبشن اعلى شويه، يعني لو كان مثلا بتكلم على كومبوزيت يجيب نوع تاني من الكومبوزيت ويحطه بالسعر الصحيح، بحيث ان هو ده اللي يعرضه على البيشنت، يوم ما البيشنت يعارض ولا يبقى عنده الاوبشن الثاني اللي هو بالسعر القديم. ف
فتره كده لغايه ما يبدا يظبط نفسه. برضو جالنا سؤال دكتور بيسأل عن توقعاتك لمستقبل طب الأسنان في مصر بشكل عام الفترة اللي جاية. بمعنى يعني مستقبل العيادات، مستقبل الشغل هيبقى عامل ازاي؟ احنا عرفنا طبعا انه هياخد فترة قبل ما يرجع تاني. ده المستقبل القريب، يعني الفترة دي مستقبل قريب، لما المستقبل البعيد دلوقتي مختلف خالص. المستقبل البعيد دلوقتي لازم يبقى ديجيتال. ديجيتال بمعنى ان البيشنت لازم يحس ان هو البيشنت لازم يحس ان العياده دي ديجيتالايزد، ما هوش حكيم اسنان بتاع زمان. الناس بتبدا تخش دلوقتي عايزه تشوف حاجات ديجيتال، عايزه تشوف كل حاجه كمبيوترايزد. بمعنى ان هو الاكس راي يحس انها ديجيتال، ما عندكش كونبين بس بتتعامل بيه، ما عندكش كات كام بس بتتعامل بيه، يعني يبدا يحس ان في عياده متطوره ومقبل العصر. البيشنت نفسه اللي بدا يحس بيها، نتيجه ان في دكاتره بدات تتكلم فيها، فبدا الوعي بتاع البيشنتس يزيد. هياخد فتره شويه، كم سنه بس، هتلاقي ان العيادات اللي هي ديجيتالايزد او محسس البيشنت ان هو ديجيتالايزد هي دي العيادات اللي هتبقى ماشيه. يعني التعليم نفسه بتاع طب الاسنان زي ما تشوف هيبدا يدخل كتير في كده بتاع اونلاين. طيب عندنا بقى مشكله اكبر. المشكله الاكبر هي الاعداد وتركيز الاعداد. بمعنى دلوقتي احنا عندنا 42 كليه وبيزيد العدد. السنه دي اتخرج 6500 ولسه في ناس كليات ما خرجتش. يعني احنا متوقعين ان هو السنه الجايه والسنه اللي بعدها نوصل ل 8000 وشويه، غير الكليات اللي هتكون برضه لسه ما خرجتش. فاحنا بنتكلم يعني 6500 اللي اتخرجوا السنه دي دول يمثلوا حوالي 10% من دكاتره الاسنان في سنه واحده، فده عدد رهيب. حاجه ثانيه ان الخليج قفل خلاص بيستكفى وعندهم كليات كتير، يعني السعوديه فيها دلوقتي فوق 18 كليه. ف ده كان سؤال برضه حد، يعني هل حضرتك تتوقع ان الخليج هياخد دكاتره كتير؟ الخليج هياخد بس اخصائيين، يعني هيبدا يركز على الاخصائيين بس. هو بقى له فتره فعلا بيركز على الاخصائيين بس. ودي هتستنى لغايه ما يقفوا حتى، يعني هيبدا، لان هم برضو كانوا عاملين فتره ابتعاثات كتير جدا. يعني ايام الملك عبد الله في مثلا في السعوديه كان اي حد يعرف يجيب منحه من اي كليه بفلوس بمصاريف، يعني قبول في جامعه بره للدراسات العليا، كان بيسافر على حساب الدوله، فده عدد كبير جدا سافر. وما زال شغال دلوقتي بس بصوره مختلفه شويه، لكن المفروض ان هم دلوقتي بيبعتوا ناس كتير جدا بره، او هم نفسهم بيطلعوا يسافروا عشان يرفعوا مستواهم وبيرجعوا. فبالتالي موضوع الاخصائيين ده هيعمل حاجه ثانيه. فطب الاسنان دلوقتي هم متركزين حاليا، معظم اللي بيتخرجوا متركزين في مدن. يعني ما هو برضو ما تقنعنيش مثلا واحد اهله صرفوا عليه 1,000,000 جنيه عشان يتخرج من كليه طب الاسنان وهيروح يفتح عياده، او هيشتغل فقط في الصحه مثلا في قريه مثلا في احدى القرى الصغيره. ما في الاخر عايز يشتغل فين؟ ما برضه القاهره، اسكندريه، الجيزه، الاسماعيليه، المنصوره، يعني عايز يتركز في المدن الكبيره سواء في الصعيد او في الدلتا. فالعدد بقى كبير كبير جدا، وبالتالي بدات بقى ندخل في المسخره بقى اللي هي ايه، العروض والخصومات ومش عارف وشغل بيع الطماطم، او عياده صغيره تفتح، واحد صغير يجي يفتح عياده وما عندوش خبره كافيه، المهم بس يعمل عياده شيك ويجيب بقى كرسي صيني اي كلام وبتاع، بس المهم المنظر والشياكه، وتلاقيه يفتح ويعمل خصومات وبتاع، بعدين بعد كده بيفشل بتقفل معاه، لان هو في الاخر ما فيش استمراريه، ما فيش الخبره والكلام ده كله. اللي هينجح في المستقبل التجمعات الكبيره كارفور، يعني اللي هينجح الفتره الجايه اللي انا شايفه ان الشباب الصغير ده يتجمعوا في حاجه كبيره. يعني اللي هينجح يبقى كارفور، يعني كارفور قتل السوبر ماركت. دلوقتي انت السوبر ماركت بتشتري منه ايه؟ ما بتشتري منه، ما ممكن تبعتي منه تشتري منه مثلا ايه، شويه بيض صغيرين كده، علبه لبن مزنقتي فيها، شويه مناديل، حاجات اللي زنقتي فيها. لكن يوم ما بتشتري كتير بتروح على كارفور واللي زيه، يعني كارفور واللي زيه. فاذا هنا التجمعات الكبيره كونجلوميريتس بقى، يعني عارفه ايه، لازم يبقى ثينك بيج. مستقبل طب الاسنان في مصر هيبقى للتجمعات الكبيره، والتجمعات الكبيره دي ممكن تبقى مراكز كبيره، ممكن تبقى تشينز. والتشينز ديت مش لازم انها تبقى سلسله مراكز ضخمه. يعني حتى دلوقتي بيسمع كده، شوفي الاسامي الكبيره، تلاقي اسم الاسامي الكبيره اللي بيطلع بيعمل فرع واثنين وثلاثه، بس هو بيعمله عشان هو كبير. بيعمله فرع ازاي بقى؟ مثلا خمس ست عيادات، خمس ست عيادات والكلام ده. مش شرط، انا ممكن ابقى حاجه صغيره يعني، بس تشين ليها اسمها، ليها نظام معين، بيتحط لها نظام، بيتحط لها فلو شارتس وتشيك ليست وبتاع وسيستم، بيتعمل لها سيستم بحيث انها تبقى ممكن سلسله. السلسله دي مش لازم تبقى مراكز، ممكن تبقى سلسله عيادات، بيبقى في مركز رئيسي هاب كبير
ويتعمل منه بقى وعيدات فروع. فروع العيادات شنو؟ اجلك فيها كرسي واحد بس ماشي بنفس السيستم ونفس النظام ونفس الكاتيجوري ونفس كل حاجه، ولو رحت من مكان لمكان ما تفرقش معايا، اكمل هنا انا نفس الزبون ان انا على السيستم مربوط على السيستم بتاع كل مكان. فكل ده حاجات هي ده اللي لازم نفكر فيه، اللي هو تو ثينك بيج. الشباب الصغير بدل ما تروح تفتح لوحدك، لا اتجمعوا اعملوا حاجه او ادخل في منظومه، هاتوا حد كبير معاك واثنين ثلاثه كبار ومع خمسه سته صغيرين واعملوا حاجه كبيره تقفوا فيها مع بعض. ده اللي هو اللي انا شايف اللي هو هو في سؤال برضو يمكن بره شويه عن الازمه يعني، بس في حد بيسال احنا دكتور محمد طه احنا نحسب التكلفه ازاي، هو جايب اجهزه غاليه وبس فاتح في مكان شعبي. ما مش هي دي القضيه. ما احسب التكلفه ازاي دي؟ انت بتجمع ثمن الاجهزه كلها وبتقسمها على 5 سنين. ابسط طريقه عشان اعملها ديبريشن اقسمها على 5 سنين، يعني معنى انا جبت مثلا حاجه ب 100,000، ال 100,000 ديت عايزه ادخل مصاريف فيها كاني ماجرها 20,000 كل سنه، فانا المفروض ان انا كل سنه اشيل من ارباحي 20,000 احطهم في حصاله، احطهم في بنك، في وديعه، احطهم في اي مكان، دول بيبقوا على جنب، دول اللي هم مصروف الاهلاك. في نهايه ال5 سنين هبيع اللي عندي وال 100,000 جاهزين ثمنها، احط بقى ثمن اللي بعته على ال 100,000 اللي معايا واشتري واحد جديد وابدا اكرر نفس الموضوع. فدي ال 20,000 انا صرفتها دي مصروفات تخش ضمن المصروفات زي الميه زي الكهرباء زي الايجارات الكلام ده كله. فبجمع انا كل المصروفات الثابته بتاعتي دي وبقسمها على عدد ساعات العمل بتاعت السنه كلها لو انا اقدر احسبها، واشوف انا الحاجه الساعه بتكلفني كام. يعني انا ساعه حاله كومبوزيت بتاخد ساعه، يبقى اشوف الساعه بتاعي احط ده على ثمن الماتيريال. يعني حاله كومبوزيت بتاخد نص ساعه، يبقى احط نص الساعه على وهكذا. يعني طريقة طبعا بعمل، يعني بتاخد مني حوالي 3 4 ساعات في الكورس عشان اشرحها بالاكسل شيت والحاجات دي كلها. طبعا ليها اكسل اتعمل علشان كده انا كنت من ضمن الحاجات يعني ان احنا بندرس دلوقتي او بندي كورس مجاني تبع المبادره في الوورد وفي الباوربوينت. دكتوره نادين يحيى طبعا يعني عامله شغل جميل النهارده، ان شاء الله هنزل الجزء على الباوربوينت. ولسه بقى الجزء وورد وبعد كده هينزل الوورد خلاص 3 ايام. وبعدين هو يعني هي الميزه ان هي سجلتهم لنا فيديو بحيث ان هو مش حاجه لايف، بحيث ان هو اي حد يرجع له في اي وقت موجودين على صفحتي وموجودين على كذا صفحه تانيه. النهارده هنزل اول جزء في الباوربوينت عشان دي مهمه جدا في البرزنتيشن مع البيشنت. حتى مش لا انا مش بعمل عشان اعمل محاضرات، انا ممكن اعمل برزنتيشن عشان البيشنت اقعد اشرح له عليها، لان سينج از بليفنج. البيشنت شايف تبقى حاجه تانيه غير ما اقعد اشرح له واتكلم وبتاع، بعمل له باوربوينت سهل. الجزء الثالث بقى اللي لسه هنبدا نشتغل عليه، بس مستني حد عنده قدره يعني التعامل كويس مع الاكسل ويعرف يشرح، بحيث ان هو انا للاسف عشان بستخدم ماك فبقيت في النمبرز على طول معظم الوقت، مش اكسل، فمش حاضر اعملها انا. فالاكسل، لان الاكسل مهم جدا في شغلنا على موضوع الحسابات والحاجات اللي زي كده. فدي من ضمن السوفت سكيلز اللي هي برضه بقول لكم دايما بصوا للجانب الايجابي، من ضمن السوفت سكيلز اللي هي المفروض نتعلمها علشان تساعدنا في شغلنا. في السوفت سكيلز من ضمنها اللي هو الكمبيوتر سكيلز. فجت لنا فرصه في ده يعني في الحظر ده احنا عندنا الوقت نقدر نتعلم الكلام ده. والله مبادره حلوه جدا عجبتني، يعني انا حد ما يعرفش قوي برضو في الباوربوينت. انا اكتشفت ان كتير ما يعرفوش. احنا كتير جدا. انا تعرف كمبيوتر يقول اه، بعدين اكتشف ان هو بيعرف انترنت. مش بالظبط كمبيوتر سكيلز خالص لا. طيب احنا برضو في حد بيسال، دكتور اسلام بيسال لو هل في وقت ممكن طارق تقف فيه اصلا؟ يعني طارق تقف فيه شغل طارق يعني؟ لو عارفه لو الحاله يعني دي انا ما اظنش ممكن نوصل لها، وما اتمناش ان نوصل لها، وما اقدرش اقول ان حد يوصل لها. ما اقدرش اشوف بيشن موضوع وانا عارف ان عنده كورونا وما سمعلكوش. انا شخصيا هنسمعلكم لو عارف ان عنده كورونا. هو في ديبيت كبير قوي ما بين هو ده انساني ولا انا كده باذي نفسي واهل بيتي برضو. هل في بقى والجاون الكامل لابسه وانزل عالج؟ انما انا عايز اقول حاجه، احنا بنعالج بيشنتس عندهم ايدز وبيشنتس عندهم فيروس هيباتايتس. مفيش قلق، انا عامل كل مريض على انه هيباتايتس اصلا. خلاص يبقى احنا بنتعامل مع، بقول لك بيشنت ايدز بيشنت فيروس هيباتايتس. فاحنا انا مش هقدر اشوف واحد موجوع وانا دكتور وما معالجوش. انا بقول لك ممكن البس اللي هو فول جاون الكفر الكامل ده وانزل اعالجه، ان اوقف طوارئ دي ما دي انا ما اقدرش اقولها. مفيش حاجه اسمها طوارئ تقف يعني، حتى في المستشفى مفيش حاجه اسمها طوارئ تقف. لا انا دي انا ضدها تماما دي. لا كمان
برضو، بس في ناس يعني في شوية ناس كده لا لا بتقول لا إن دي لا 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 مش صح ومش أصلاً أخلاقيات وحاجات كده. انا بقول لك اللي ما عندوش عياده ساعتها هينزل يشتغل. يعني لا يعني انا دلوقتي انا مثلا بوقف شغل بايدي مثلا بقالي كام سنه بعد ما كان جاي تنس البو، بدير المكان بس لكن ما بشتغلش بايدي من بقى يعني من كام ساعه ما جاي تنس البو خلاص يعني وقفت، وبعدين شغلت في حاجات تانيه خلاص انا ادير بس ممكن اعمل حاجه كده حاله كده بالمزاج يعني، لكن حاله زي كده انا هنزل ساعتها تاني مش هقدر اقول لا ما ينفعش. هو برضه في سؤال مهم يعني أنا شخصيا بسأله، هو يعني مستقبل بقى الأسنان في وزارة الصحة، يعني الخامات والأدوات والوحدات الصحية اللي إمكانياتها ضعيفة جدا، هل في حاجة هتتغير في الكلام ده؟ هتتغير مع التأمين الصحي لو طبق صح، ان هيبقى فيه خدمات وفيه كل حاجه والمرتبات هتتظبط وكل الكلام ده. يعني دلوقتي احنا بتاخد مرتب مثلا 2000 جنيه وبتروح يومين ثلاثه في الاسبوع او يومين في الاسبوع او يوم في الاسبوع حسب يعني حسب الاتفاق الودي الغير قانوني يعني اللي هو العرف. هو بالظبط مع التأمين الصحي بدل ال 2000 هيبقوا 10 لكن هتلتزموا. دي حاجه هتبقى متوفره لان الناس دفعت ثمن الخدمه اوريدي. احنا دلوقتي بدأنا ندفع ثمن الخدمه من اول الغرامات المرور عياب السجاير اللي بيشتروا الناس كذا كذا كل حاجه بالخدمات اللي بنعملها بندفع عليها حاجه برسوم التامين الصحي. فاذا في موارد بتتعمل ليها. رايي انا الشخصي انا طبعا يعني انا مش من محبي العمل في وزاره الصحه بوضعها الحالي على الاقل يعني انا مش متقبل. شايف ان اي حد ال 2000 جنيه دول لو هو اشتغل اسبوع في عيادته اللي هو عنده عياده او اشتغل في صحه هيجيبهم، فهو مش المبلغ. انا عن نفسي انا استقلت من زمان من اول ما خلصت جيش رحت استلمت واستقلت في نفس اليوم. فده انت بتاخدي راي واحد يعني مش شايف ان هو بالذات مع التكدس اللي حاصل لو التامين الصحي اتعمل صح والتوزيع بقت مظبوطه يبقى ما فيش مشكله. انما ان انا الناس كلها بتتكدس يعني التكدس اتعمل يروح مثلا الصعيد ويقعد شهر ويرجع. ما كده المنظومه الصحيه كده ما اتعملتش صح. هو يعني النظام التأمين الصحي تقريبا مطبق في بورسعيد ومطبق في بورسعيد ودلوقتي المرحله لا لسه المرحله الثانيه شغاله دلوقتي في بيجهزوها لسه في الاسماعيليه وجنوب سيناء والاقصر. دول لسه في مرحله الاعداد بيجهزوها عشان يطبق فيها. ان هو طب مطبق فعليا هيوصل القاهرة الجيزة امتى؟ لا ده اخر مرحله بعد قد ايه تقريبا؟ انا المدن سمعت الكبرى ارقام كبيرة قوي. المدن دول الكارثه الكبيره القاهره الجيزه اسكندريه المنصوره يا سمعت 10 سنين وحاجات كده. ما انا بقول لك دي كارثه كبيره ان انت عندك عياده اسنان فيها 40 واحد قاعدين عليها. بورسعيد فيها عدد في الدكاتره على فكره وكانوا دايما بيستنوا تكليف عشان يبعتوا دكاتره هناك. انما القاهره والجيزه هتلاقي عندك كرسي اسنان عليه 40 واحد هيعملوا بيهم ايه؟ مش هيقدروا يظبطوها بالمرتبات اللي هم فيها عايزينها. أعداد كبيرة بصراحة. طبعا طبعا طيب احنا معانا آخر سؤال، كان حد بيسأل ازاي ندير الأزمة عموما، او ايه الآليات اللي ندير بيها الأزمة من وجهة نظر دينتال ماركتينج يعني. بص دي انا ماشي دي انا افضل يعني انا عملت عليها محاضره عملتها كان طلب مني للسعوديه وللاردن ولليبيا عملتها 3 مرات وبكره هعملها للجمهور المصري. يعني بكره الساعه 9 بالليل مع بلس بي سي عامل محاضره كامله على هذا الموضوع يعني فيها جزء بتاع الماركتينج. فدي هتبقى يعني لو عايز بالتفصيل بس انا ارجع زي ما اقول يعني دلوقتي فتره سريعا كده فتره السوشيال ميديا وتليكوميونيكيشن مع البيشنت مش بغرض ان انا بعمل دعايه لنفسي انا بعمل فقط فتره توعيه صحيه. دي كده نوع من السوشيال ريسبونسبيلتي هي دي الاساس اللي اقدر اعمل بيه شغل دلوقتي. لكن ما هياش فتره ان انا اعمل الماركتنج العادي بتاعي لانه تعالى انت اعمل اعلان عن الفينيرز دلوقتي ولا حد هيعبر ولا حد هيبص فيه اصلا. بشوف اعلانات فعلا ناس بتعمل يعني هنعمل فينير هنعمل هوليود سمايل ولا دلوقتي هو محدش هيعبر يعني وعامل سبونسر يعني. طب انت دافع ليه؟ طيب هقول لك اعملي لي دلوقتي ارجع اقول فكري كزبون لو جات دلوقتي اعلان بيتكلم عن رحله شرم الشيخ او بتاع في شرم الشيخ هتقولي ايه؟ هتفكري فيه اصلا؟ راح تبصي له؟ خالص مش هتفكري فيه. فاذا هنا اولوياتك اتغيرت. فنفس الحكايه بالنسبه للناس تقول له دلوقتي تعالى على فينيرز وتعالى امبلانت وبتاع ولا هيعبرك اصلا ولا هيبص لها يعني مش هيبقى يعني كل حاجه ليها حاجتها يعني حتى يعني بص لنا احنا حتى مثلا كنقابه كنا شغالين الانتخابات لما حصلت الازمه كله وقف
مين هيتكلم دلوقتي؟ مين عنده نفس يتكلم دلوقتي في حاجه زي كده؟ مين هيسمعه اصلا؟ يعني احنا في ايه ولا في ايه؟ فكل وقت اتخلت اجلت اسبوعين يعني ما حدش بيتكلم فيه، وما حدش برضه بيستيل بيتكلم، لان احنا مش عارفين هتتاجل تاني ولا لا، يعني ممكن تاجل تاني. فاذا الاولويات بتاعت الناس اتغيرت، فما ينفعش اقعد اتكلم مع الناس دلوقتي اقول لهم تعالوا اعملوا فينيرز، تعالوا اعملوا امبلانتس، الكلام ده كله. الاعلانات بتاعتكم المفروض تبقى موجهه فقط للتثقيف والتوعيه الصحيه فقط، وتطمن على البيشن. ارجع تقول اقول ان انا لما اتكلم مع البيشن انا بطمن عليه، ولو في اي حاجه محتاجه ما سيبك من الفلوس، الامرجنسي احنا شغالين معاك، والكلام ده كله دي كبيره جدا عند البيشن، غير لما بكلمه هو ايه تعالى اتعالج عندي. هو ده الوقت اللي احنا فعلا البيشنت محتاجين يفهموا فيه شغلنا، بدل ما احنا بنعاني معاهم. قبل كده كنا بنعاني معاهم في ان احنا نفهمهم احنا بنعمل ايه وتكلفه الحاجات دي غاليه ليه. دلوقتي دور الكبير في الماركتنج اللي احنا اللي نركز عليه دلوقتي في الفتره اللي جايه، واللي هي فتره ما بعد الازمه، اللي هو احنا بنتكلم ان احنا طول عمرنا احنا اساتذه الانفكشن كنترول. احنا فعلا اكثر تخصص كان بيتكلم على الانفكشن كنترول وبيراعي الانفكشن كنترول بتوع البشر ما يعرفوهاش زينا، غير طبعا اللي هم درسوا انفكشن كنترول. لكن بتكلم ان احنا كنا اعلى كاتيجوري بتعمل انفكشن كنترول، فدي اللي لازم نقطة قوتنا. دي نقطة قوتنا ان يعني احنا ما فيش بيشنت بيجي له كورونا من عيادة مثلا، لان احنا اصلا بنبقى خايفين من ايدز ومن فيروس هيباتايتس. فبالتالي احنا عندنا الاشاعه واللي فضلت ملازمانا وقت طويل ان احنا اكتر ناس بننقل الفيروس، يعني يا ريت والله. هي بيقول عشان كده، عشان الاشاعه ديت، فاحنا طورنا نفسنا علشان نمنع حاجه زي كده. فاذا كنا احنا وصلنا لهذه المرحله يبقى احنا المفروض ان احنا من اعلى الناس. لازم اركز على النقطه بتاعتنا دي، لازم اركز اوري الناس ازاي الانفكشن كنترول عندي كويس، بدل ما اقول له تعالى اعمل فينيرز، اوري له انا عيادتي ازاي مجهزه للانفكشن كنترول. ده اهم بكتير. دكتورة دينا برضو بتسأل، بس هو سؤال بره شوية، بتقول ايه المشكلة لو المستشفيات الحكومية بدأت تشتغل كومبليت دينشر وبريدجز بأسعار مريحة، وبالتالي هنبقى زودنا برضو داخل المستشفى، وتبقى الدكاترة اللي شغالين في الحكومة يبقوا شغالين كأنهم شغالين في عيادة خاصة بيشتغلوا أغلب الحاجات. يعني زي اللي هو العلاج الاقتصادي، حاجة زي العلاج الاقتصادي، حاجة زي العلاج الاقتصادي. في مستشفيات شغاله كده فعلا، في حاجات كتير فيها كده وفيها معامل بتاع. في واحد اسمه محمد الطويل بيقول لك على سؤال مهم، مش عارف جمعيه استهلاكيه ولا ايه. سؤال الجمعيه الاستهلاكيه بيقول فيها ان كان هما بيشتروا الخامات تبع الجمعيه الاستهلاكيه تبع النقابه، ده مبقاش موجود دلوقتي. طبعا ده مش موجود. الجمعيه الاستهلاكيه دي ده فكره الستيناتي، اتعملت لان ما كانش في شركات كتير بتبيع الادوات والاجهزه الخامات، فكان موجود في اتعملت في النقابه حاجه اسمها الجمعيه الاستهلاكيه. الجمعيه الاستهلاكيه بتوفر الخامات للنقابه، وبعدين كان الدكتور لازم يروح يشتريها من الجمعيه اللي هناك في القصر العيني. كانوا بياخدوا من الشركات البضاعه تتحط عندهم عرض بخصم 10% وتتباع بالتكلفه بتاعتها او بالسعر اللي هو بتاع الشركه، لان بتاع مرتبات الموظفين. فدلوقتي مفيش حد بيعمل هذا، مفيش حد اصلا بينزل يروح لمكان يشتري من حاجه، انه معتمد على المندوبين او بيتصل الشركه بتجيله. الجمعيه بدات تخسر كانت في الفتره الاخيره بتاعتها، لان كان الحاجه بتبقى معروضه مفيش حد بيجي يشتري، والحاجه بتبقى اكسبايرد، بيضطروا يتخانقوا مع الشركات عشان يرجعوها وكده. فالفكره نفسها بتاعت الجمعيه الاستهلاكيه حتى اللي هي الشعبيه اللي بيشتروا منها الاكل والكلام ده كله، طبعا في الستينات ما كانش فيه الغذائيات المتوفره بسهوله، فيروح يشتري من السمنه والزيت والسكر والحاجات دي كلها. دلوقتي الشركات عندنا يعني بقت اكتر من الدكاتره والتوريد للمندوبين. فانت بتتكلم عليها انها لو هو قصده عليها، في ناس معتقد ان الجمعيه الاستهلاكيه هتظبط الاسعار، ده مش هيحصل، لان الجمعيه الاستهلاكيه بتاخد من الشركات وتبيع باسعارها بسعر الشركه نفسه، فهي مش ما فيهاش ظبط للسعر. في ناس معتقد ان الجمعيه دي ممكن تستورد هي من الخارج وتبيع، وده برضو مش صحيح. انت محتاجه بقى اداره ثانيه وفكر ثاني، واللي بتستورده ده لازم هتبيعه بجمله، تديه منه جمله وهتبيع منه قطع. طيب انا هدخل اشتري ايه؟ هشتري حاجات صيني ولا هشتري حاجات محتمله؟ انا ممكن اشتري حاجه وانت مش كل الناس عايزاها، فدي عايزه بقى فكر ثاني واداره ثانيه خالص، انها اتعملت بقى شركه منفصله. الشركه دي بالكامل بقى معرض فيها للمكسب والخساره، يعني زيها زي اي شركه تانية. فده موضوع تاني خالص. انا يعني فكر الهدف بتاع الجمعيه الاستهلاكيه خلاص انتفى، يعني بقى منتفي، مش محتاجينه ما بقاش. لان انت اصلا قول لي على واحد فيكم بينزل يشتري جمعيه استهلاكيه دلوقتي؟ ما هو خلاص انما الناس يعني
يعني فقير والغني يشتري من السوبر ماركت ويشتري من بتاعه خلاص، يعني ما بقاش الهدف بتاع جميع الاستهلاك اللي الناس كان زمان بتقف عليها طوابير عشان يشتروا سمك ويشتروا لحمه ويشتروا حاجات زي كده، انتهى خلاص، ما بقاش موجود لان بقت الحاجه متوفره. فهنا بقى في وفر زياده عندي، وانا كجمعيه كانوا هياخدوا من الشركات ويبيعوا بيها، ما لهمش سلطه على الاسعار لان هياخد من الشركات يبيع بنفس السعر، الشركه بتدي له 10% خصم، ال 10% خصم ديت مش دايما بتروح للدكتور لانه كان عايز يغطي بيها مرتبات الناس اللي شغاله، والناس شغاله كانوا مجرد زي موظفين حكومه برضو جالهم حد يبيعه ما جاوش مش فارقه معاهم. فلا الهدف بتاعها انتفى تماما. كنا بنتدخل، كون ان احنا بنتدخل دلوقتي لتوفير نواقص زي ما كان قبل كده في البنج زي ما بتاع بسعر رسمي، انا بتدخل عشان ادخل على قد ما اقدر اوفرها بالسعر الرسمي، مش ان انا تبقى سعر السوق السوداء، لكن ما اقدرش انزلها على سعرها الرسمي. يعني البنج دلوقتي 290، اقدر اوفره لكم 290، لكن لما كان وصل في السوق ل 1500 وال 1000 جنيه قدرت ان انا بعلاقات شخصيه مع شركه نضغط عليهم وبتاع وناخد منهم كميات نبيعها بالسعر الرسمي بتاعها، لكن ما مش هتبقى اقل من السعر الرسمي. فاحنا نقدر ندخل انا بتكلم ان احنا ممكن نتدخل ونساعد لما يبقى في ازمه، ما لناش سلطه، ارجع اقول احنا ما لناش سلطه، مش وزاره التجاره، لكن هي بتبقى علاقات، هي بتبقى علاقات شخصيه ان احنا نعرف نظبط الامور، لكن لما تبقى في ازمه، لكن بدون الازمه انا مش محدش هيفكر فيها. في دكتور برضو بيسأل بخصوص إيجار خاص بالإيجار بتاع العيادة مع مستأجر، لو الحكاية طويلة شوية هنعمل إيه؟ لازم هتدفعه، لازم هتدفعه، ده عقد، أنت مأجر، أنت مضطر، لو طب ما تدفعلوش هيحصل إيه؟ هيمشيك، هتروح تفتح، هتخسر كل اللي جهزته في العيادة والتجهيز كله عشان كام شهر، هتدفعه، وبعدين هو في الآخر برضو زيك هو عايش على ممكن على الإيجار. بياخد هو الايجار يروح يمدح. خلي بالكوا لو دوره الفلوس وقفت هنخسر اكتر، بمعنى انت لما ما دفعتش مرتبات اللي هي واقف عليك بخساره، لو ما دفعتش فلوس المعمل المتاخره اللي عليك، لو في شركه ليها فلوس بتاعت حاجات انت خدتها واستهلكتها وما دفعتهاش وما دفعتش الايجار اللي عليك، لو الفلوس دي ما اتدفعتش الناس دي مش هتدفع فلوس ثانيه عليها، والفلوس الثانيه عليها رايحه الناس مش هتدفع فلوس ثانيه عليها، لو الاقتصاد وقف كلنا هنوقف اكتر، هندهور اكتر، لازم دوره الفلوس تمشي على قد ما نقدر عشان نرجع تاني بسرعه، والا هندهور اكتر. وبعدين الحقوق دكتوره حنين ابو زيد بتسال في المستقبل، يعني هل متوقع ان عدد المقبولين في طب الاسنان في الخاص او في الحكومه ان الاعداد دي هتقل؟ انا دلوقتي انا كنت قدمت مقترح للجمعيه العموميه وبعته لوزير التعليم، ووزير التعليم دكتور خالد وصل له وابدى اعجابه بالفكره. المقترح بتاعي ان انا ما اقدرش امنع عمل كليات جديده لانها بتطلع بقرار جمهوري، تمام، وحصل اللي حصل واتعملت، ممكن نطلب بعد كده انها ما تتعملش بالاتفاق مع الوزاره ومع لجنه القطاع. اللي انا اقترحته الاتي، قلت ان احنا في النقابه عملنا دراسه اكتواريه، قلنا بالنسبه لاعداد الاسنان وتوزيعهم والكلام ده كله، فجيت قلت ان بناء على الدراسه اللي احنا عاملينها دي وممكن وزاره التعليم تعمل دراسه ووزاره الصحه تعمل دراسه ثانيه، ما عنديش مشكله، ونجمع نتيجه الدراسات دي كلها ونقول فرضا احنا محتاجين السنه دي يدخل الكليات 5000 واحد، ال 5000 واحد دول يوزعوهم على 50 كليه، على 100 كليه، على 1000 كليه، ما تفرقش معايا، المهم ان يدخلوا 5000 فقط، وال 5000 دول بعد 5 سنين هيبقوا دكاتره، واحنا كل 5 سنين نعيد الدراسه من جديد ونبدا نقول ايه اللي محتاجينه في للاعداد. فبناء على الدراسه ديت في واحد قال لي طب ما الجامعات الخاصه كده هتلطم، لان هيقول لك ايه ما احنا عندنا الكليه تستوعب 400 والتكاتره تقول لي خد 200 بس او 100، اللي كده انا بخسر، بيخسر فلوس، اولا انا مش دعوه يخسر ما يخسرش، دي مش قضيتي، لكن الفكره الثانيه انت عندك قدره استيعابيه زياده، افتحوا الباب للدراسات العليا زياده، طالما في ستاف يكفي، طالما في ستاف يكفي، ما صعبش الموضوع، يعني المشكله الثانيه دلوقتي الستاف بيخطفوه من بعض على العدد اللي احنا وصلنا له ده كله، بيخطفوا الستاف من بعض، وبدات تبقى الدراسه مستوى في بعض الكليات مستوى ضعيف، لانه بياخد اي حد دلوقتي، واي حد معاه ماجستير يروح ياخدوه لو ما عندوش القدره التعليميه فبياخدوه وخلاص. فاذا العدد اللي هو انت انا اثرت عليك عدد الاندر جرادز، يبقى خد بوست جرادز، طالما عندك الستاف اللي يكفي والقدره
خد زود لي البتاع، طلع لي اعمل لي كلينيكال ماستر كتير، خلي لي بقى المستوى اللي اتخرج ده كله ياخد مستوى اعلى شويه، يعني هو يبدا يتخصص شويه، يبدا ياخد كلينيكال ماسترز حتى. فالمهم دي النقطة اللي بتكلم عليها، ان احنا نحدد الاعداد اللي بتدخل من البداية بالاتفاق مع الوزارة، واللي وصلني وزير التعليم عجبته الفكرة، الله اعلم بقى دي هيبقى ازاي يعني، او يعني لما لو بعد الانتخابات ان شاء الله يعني كان لنا نصيب يبقى نعمل قعدة معاه في هذا الامر ونشوف نقدر نوصل فيها ليه ان شاء الله. اكيد يا دكتور ان شاء الله. دكتورة فاطمة بتسأل دي حاجة معانا، ازاي الواحد يطور من نفسه في جوانب غير طب الاسنان، يعني غير ان انا ابدا اخد كورسات او اسمع كورسات للاسنان، في حاجه تانية ممكن اطور نفسي فيها؟ ايوه انا ده اللي بتكلم فيه، عشان كده قلنا على الوورد والباوربوينت والاكسل، السوفت سكيلز اخطر من كده، السوفت سكيلز خطيره يعني، لازم في عندنا اطور السوفت سكيلز بتاعتي، لازم اطور البرزنتيشن سكيلز، لان احنا بقعد مع البيشنت بتكلم معاه بعمل له برزنتيشن كل يوم، محتاج اطور اتعلم برزنتيشن سكيلز، ازاي اتكلم، ازاي اعرض الحاجه كويس، ازاي النيجوشيشن، الليدرشيب والحاجات الاداره. انا في الاخر يعني كل ما المشاكل اللي بيتكلموا فيها كلها بص نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه، مش مشاكل طبيه، وبيتكلموا معايا لان انا ما بتكلمش معاهم في مشاكل طبيه. طب يبقى ايه المشكله؟ مشاكل اداريه، ان انا لازم احنا ما درسناش اداره، هذا مشاكل اداريه كتير، هي دي مشكله. انت لو دارسين اداره يبقى هنعرف نتكلم صح، هنعرف اعمل ايه الازمه في الماركتنج في الكلام ده كله، ما كل دي حاجات سوفت سكيل احنا ما خدناش. فلما هو حصلت الازمه مش طبيه، الازمه كلها دلوقتي ازمه اداريه، ازاي امشي نفسي في الفتره دي، ازاي اكون مش عامل حسابي اصلا عشان لو جت ازمه زي كده ايه الاحتياطي اللي انا كان المفروض ابقى عامله. يعني دايما بقول مثلا اي حد بيعمل مشروع لازم يبقى معاه فلوس تكفي انه يشغل المشروع ده مثلا لمده 6 شهور، كان مش داخله منه فلوس. طيب انا دلوقتي اتعلمت حاجه جديده في الازمه دي، ان انا دلوقتي لازم يبقى معايا فلوس تكفيني امشي شغلي الحالي ده 6 شهور من غير دخل، لان ممكن تحصل ازمه ثانيه بعد كده، ممكن تحصل ثوره، ممكن تحصل اي حاجه ثانيه. فاذا احنا بنتعلم من الحاجات دي كلها، بس يبقى عندي الفكر الاداري الصح. فهنا محتاج السوفت سكيلز الثانيه دي تعلى شويه، دي مهمه جدا انها السوفت سكيلز دي تعلى، يعني مش عايز ان حد يستهون بيها ابدا. دكتور احمد بيسال الناس او الدكاتره مش فاهمه موضوع قسط البنوك اللي تاجل 6 شهور بالنسبه للدكتور مجهز عياده قرض من البنك. هو تاجل 6 شهور بس في غرامه، ما هي دي برضو التركه الوحشه في الموضوع. هو دلوقتي في عده اختيارات، ده برضو قرض السيارات اللي عاملين قرض السيارات في النقابه. بيقول لك ممكن نأجل 6 شهور بس تيجي من الشهر السادس نبدأ ندفع شهرين بدل شهر، اوكي، وهيتعمل غرامة على 6 شهور، غرامة صغيرة على 6 شهور. بس هو الفكرة في حاجة انه ما فيش اجراءات تاخد ضدك لو عشان التأجيل ده. يعني عادة لو واحد مثلا دفعش الاقساط 6 شهور بيحصل ايه؟ البنك بياخد اجراءات، هم اوقفوا الاجراءات لكن ما وقفوش التاخير. الاوبشن الثاني قالوا هنفوت ال6 شهور دول، ولو مثلا ده واحد عليه 30 شهر يبدا يدفع من الشهر ال30 يكمل ال6 شهور اللي عليه، لكن برضه هيقولوا الغرامه بتاع التاخير الجزء ده لبعد ال30. فلما لو واحد يقول لي طب يعني هتبقى كام المبلغ في الاخر، انا ما اقدرش اقول لك. ليه؟ لان البنك قال هاتوا لي حاله بحاله. يعني واحد يروح للبنك يقول لهم انا دلوقتي اتاخرت لغايه نهايه القرض بتاعي، انا هدفع ايه زياده؟ فالبنك هيروح حاسب له يقول له انت هيبقى عليك مثلا زياده 800 جنيه زياده في كل قرض في كل قسط، او عليك التوتال بتاعك 3000 جنيه زياده هتدفعهم في الاخر. فهنا لازم كل واحد يروح للبنك بتاعه يعرف عواقب التاخير بتاعه لو هو اخر 6 شهور ايه، او لو هو قال ان هو بعد 6 شهور هيبدا يدفع شهرين بدل شهر، يعني قسطين كل قسطين مع بعض. فدي البنك محتاج كل حاجه، حتى لما جينا نسال على العربيات قالوا لنا هاتوا لنا حاله بحاله، كل حاله بحالتها وكل واحد هيبقى ما هو قال لك يقعد قاعد يقولها بالارقام بالربع في الميه مش عارف ايه، محتاج ما حدش هيفهمها منهم. فالاحسن كل واحد يروح للبنك يعرف عليه كام بالظبط لو اخر 6 شهور او اخر لنهايه المده، ومن حقه ياخر نهايه المده. يعني لو هو مثلا القسط بتاعه خلص كمان 3 سنين، ممكن ال6 شهور هيقطع عنهم دول يبدا يدفعهم بعد ال3 سنين، بس لازم يعرف هيدفع ايه غرامات دي بالظبط. دكتور هاني جورج بيسال هل ممكن يبقى في مشكله في توفير البنك؟ علشان كده انا فتحت اتكلمت مع الشركه اللي بتستورد البنج الاسباني،
لسبب ان اسبانيا متدمره دلوقتي. اسبانيا متدمره تماما زي ما انتم شايفين، من احد الثلاثه او الاربعه الكبار متدمرين. فبالتالي تصنيع وتصدير البنج ممكن يحصل فيه مشكله الفتره اللي جايه. اي نعم، اوروبا كلها فتحت تصنيع للطب كله شيء يفضل شغال بما فيهم حاجات الاسنان، لكن اتوقع انه ممكن تحصل مشكله قريب فيه. فبالتالي كلمت مع صاحب الشركه وقال لي انه موافق ان هو ينزل البنج بتاعه بالسعر الرسمي عند النقابات، وفتحت الحجز عند النقابات كلها دلوقتي. اللي عايز يحجز بنج يروح يحجز على البنج. الحاجه الثانيه اللي ممكن تاني يعمل ازمه، اللي ممكن يعمل الازمه ان شركه اسكندريه الادويه بقى مش بقى فيه، هم شركتين في مصر بيصنعوا. شركه اسكندريه الادويه بتستورد الكربون الازاز نفسه، كانت بتستورده من فرنسا الاول دلوقتي بتستورده من الهند. الاستيراد مع الشحن، المشاكل اللي حاصله ده جلوبال يعني كده ممكن يتاثر شويه، فممكن تحصل اي في مشكله فيه. اتكلمت مع الدكتور صلاح صاحب الشركه المصري الثانيه القطاع الخاص، ابلغه برضه بمخاوفي دي، والراجل صراحه طمني ان عنده مواد تكفيه للتصنيع لمده كذا شهر، ولو احتاج يزود الانتاج هيقدر يزود الانتاج. ف يعني بصيت لها من ناحيه من كل النواحي دي كده واطمنت شويه الى حد ما. لكن ممكن تحصل ازمه، بس الدكتور صلاح اللي عنده يكفي يضخ، وده مش واحد هينزله بالسوق سودا يعني، دي اول حاجه. فبالتالي مش هيرفع السعر يعني او يسمح بسوق سودا. الراجل محترم. شركه اسكندريه عمرها ما هتعمل سوق سودا، لكن بشرط تفضل شغال عندها. الاسباني الاستيراد هو الوحيد اللي فيه خوف وفيه مشاكل. هو ده برضه مربوط بينا احنا كده. انا قلت ان دلوقتي عايز يشتري ويخزن عنده شويه، متاح في النقابات ومفتوح العدد، يعني مفيش حد يروح مثلا يقول له علبتين ولا بتاع. عايز تروح تشتري كرتونه، عايز تشتري 10 علب، اشتري، روح للنقابه الفرعيه وبلغهم، وكله بنك احمر اكسبايري اظن اكتوبر 21. طب يعني السحب الكميات كبيره ده مش هيعمل الازمه؟ بصي انا عايز اوفره قبل ما التجار تاخده. هي دي الفكره، الفكره كلها انا عايز اوفره للدكاتره بدل ما التجار تسحبه. فهي اخزنه عند دكاتره احسن ما اخزنه عند التجار. بس بنسال محاضره بكره الساعه 9 تبقى على ايه؟ اعتقد هي على مع اس بي سي، اعتقد دخلت على صفحتي احتمال تكون موجوده، مش عارف ولا لا، بس يعني على اس بي سي. على اس بي سي سؤال انا شخصيا بساله، عملت سيرش في الفيسبوك على اس بي سي تريدنج اكاديمي هتلاقي. طيب السؤال بقى اللي شخصيا بساله، لو احنا حد بيفكر في كارير شيفت ومنتظر مرور الازمه ممكن يعمل ايه؟ بصي اولا يعني انا دايما بتسال على الكارير شيفت ديت، لان الناس فاكره ان انا عملت كارير شيفت وانا ما عملتش كارير شيفت فعليا يعني. يعني انا مفكر فيها لان الاعداد بقت كتير قوي والتنافس بقى كتير قوي. كلمة كارير شيفت ديت مفهوم غلط. كارير شيفت دي يعني انت تيجي تروح تفتحي مطعم، اوكي، ده اسمه كارير شيفت. انما كونك انت دلوقتي دخلتي في حاجه مثلا زي تريننج اكاديمي للدنتل، ده كده اسمه بارادنتل. انت كده ستيل في ما عملتيش كارير شيفت. الشيفت احنا الكارير بتاعنا اصلا تفرع منه حاجات كتير، يعني احنا اصلا كسبيشاليتيز احنا 13 سب سبيشاليتي، لكن في حاجات تانية مساعده. يعني دلوقتي اللي بيصنع فرامل للسيارات ده اسمه بيشتغل ايه في صناعه السيارات. في صناعه السيارات مش معناه ان انا بصنع السياره، لكن الحاجات التانية اللي حواليها. فهي نفس الفكره بالظبط. انت دلوقتي اللي بتعمليه دلوقتي في جيزه دنتال اكاديمي ده ما اسمهوش كارير شيفت، لان انت ستيل ريليتد للدنتال. اللي بيروح يشتغل في الدنتال فوتوغرافي ما هواش كارير شيفت، اللي بيفتح معمل ما هواش كارير شيفت، اللي بيشتغل في المارك في الاداريات بتاعه طب الاسنان ما هواش كارير شيفت، ده ستيل لسه في الكارير. كارير شيفت يعني اطلع بره الدنتال فيلد خالص واروح افتح مدرسه، اروح افتح مطعم، اروح اعمل حاجه زي كده، هو ده اللي اسمه كارير شيفت. ففي الاول اللي يفكر في البارادنتال الاول، ان هو حاجه على الاقل مارسها واشتغل فيها. في طبعا شباب صغير دلوقتي من اول ما بيتخرج مش عايز يشتغل في الدنتال، ده بيطلع في حاجه ده خلاص ده يعني. حتى لو حد بيشتغل بارادنتال مش هيعرف قوي، ما عندوش خبره يعني. بيني وبينك ما اشتغلش في عياده وما مارسش مهما كان، في الاخر مش هيبقى عنده التاتش او الفيل بتاع البيشنت. فده اللي هو بيتسمى كارير شيفت. الكارير شيفت دلوقتي اللي عايز يعمله الاتجاه اللي بيزيد قوي دلوقتي الحاجات الاونلاين. اي حاجه
فده محتاج حد يدرس كويس جدا السوفت وير والابلكيشنز والكلام ده كله. اي المكان بقى اللي شفت اللي هيعمله الكل الموديل بيبدا بفكره صغيره بيبدا بحاجه اونلاين وبتكبر. يعني نجوم بداوا على حاجات زي يعني واحد زي باسم يوسف بدا ايه ما بدا بقناه يوتيوب صغيره شويه فيديوهات يوتيوب يعني كنا بنتفرج عليها صوره كده وهم صوره في بيتهم ولا في مكتب حد. فاللي حاصل في الكورونا دلوقتي خلت كل حاجه هتبقى دلوقتي اونلاين. يعني لسه مش بيتكلم حتى على الدفع الفلوس والكلام ده كله ما بين كل حاجه تبقى ايه خلاص كله الديجيتال زي ما قلت الديجيتال دنتسري جايه الديجيتال لايف جايه اكتر دلوقتي بقوه اكبر مما كنا نتخيل وباسرع مما كنا نتخيل. فاللي بيفكر فعلا في كارير شيفت ما يفكرش حاجه فيزيكال لان حاجه احنا شفنا دلوقتي في الازمه دي اللي حصلت الحاجه الوحيده اللي كانت شغاله الاكل سوبر ماركت الدليفري ده اللي كان شغال ده اللي عمره ما وقف. انما بتوع الملابس متعطلين ده متعطل كله متعطل. فلما بتحصل ازمه ما فيش حاجه بتقدر شغال غير الاكل والسكيورتي. الباقي كله عيشتنا دلوقتي كلها ازاي عيشتنا كلها اونلاين. فاللي بيفكر في اي حاجه بيفكر بقى في الشغل الاونلاين. دكتور ابانو بيسال لو هو دلوقتي بكالوريوس وبيفكر في سفر لدوره اوروبيه يبدا امتى يكون عنده خبره ولا ممكن يسافر على طول لما يبقى معاه الفيزا يبقى معاه الفيزا يعني معاه الفيزا بس هيروح يقابل البكالوريوس بتاعه مش معاه هو يسافر لدوله اوروبيه لما يعني في اسرع وقت يقدر يجيله فيه منحه لدراسه ولا بتاع زي ما فيش مشكله او ما يبقى عنده فرصه للدراسه او لحاجه زي كده هناك يكمل بيها او يمتحن بورد او يستحمل انه يشتغل هناك اي حاجه لغايه ما يعمل البورد بتاعهم. طبعا يعني لازم المعادله يعني حتى لو هو جات له منحه المنحه دي تقريبا هيبقى ان هو يدرس من الاول اصلا حتى منحه لا ما ممكن المنحه لدراسات عليا ممكن يبقى مقبول فيها حاجه دراسات عليا انا فاكر الجزء بتاعنا معترف بيه بره. يعني بصي اول حاجه مش كل اللي عندنا وحش يعني في حاجات عندنا معترف بيها بره حسب الجامعه بتاعها معترف بيها. بصي انا لما كنت بعمل انا ما عملت الماجستير بتاعي كنت باعت كنت رايح كندا يعني عشت هناك فتره طويله فعملت له فيريفيكيشن دخلت على الموقع بتاع الفيريفيكيشن بتاعهم يعني عشان الاول فيريفيكيشن اونلاين المطلوب فلقيتهم معترفين ب 13 جامعه في مصر ايامها كان ايامها دلوقتي عارفين نزول في ايه كانوا كام حاجه 2005 فكانوا معترفين ب 13 جامعه في مصر فروح طلبوه ساعتها ان انا اجيب بس الشهادات بتاعتي اصليه من الجامعه وتتحط في زاره الجامعه وتتختم وتتبعت من الجامعه دلوقتي. واعترف بالماجستير وبعد كده ما عملت الدكتوراه فكان نفس الحكايه يعني. فهي الفكره كلها ان مش كل حاجه عندنا ضايعه ففي جامعات كتير معترف بيها عندنا. في حاجه ثانيه الواحد يضطر ان هو يكمل فيها يعني مثلا في بعض الدول في طب مثلا تقول لك ايه ادرس سنتين اخر سنتين او تدخل من سنه ثانيه يعني في حسب النظام بتاع كل بلد انا ما اعرفش البلد اللي هو بيفكر فيها ايه بس حسب نظام كل بلد. ففينا بلد هتقبل الشهاده ويتعمل لها بورد حاجه زي امتحان البورد يعني في بلاد هتقبل انه يكمل فيها دراسات عليا في بلاد هتبدا من اول جديد. واللي على فكره اللي بدا من اول جديد تفوقه جدا ان هو درس اسنان بدرس من جديد لانه اوريدي عنده خلفيه بالظبط. دكتور اسامه بيسال تخصصات مكافحه العدوى واداره المستشفيات بيفضلوا فيها اطباء الاسنان ولا بيفضلوا البشري عندنا؟ ملهاش علاقه بيها بيفضلوا صيادله اكتر لكن يعني اداره المستشفيات بزيادة بيفكروا في الصيادله اكتر ملهاش علاقه هي تعتمد على شوفي اقول لك حاجه لو واحد دخل اخذ ماجستير وما افتكرش ان واحد هيشتغل في الاداره على طول يعني اداره بدون خبره ولا تسوى سوري اسف يعني شهاده بدون خبره ولا تسوى يعني اللي ساعات عنده شهاده اللي عنده خبره ومعهوش شهاده بيشتغل اكتر. فدي حاجه زي مجال المبيعات اللي بيشتغل مثلا في مجال المبيعات في الادويه او في الحاجات الطبيه او كده ما يفتكرش ان هو مثلا اخذ ام بي اي فمثلا هالشركه هتقول له اه تعالى ده انت احنا بندور عليك. لا هم عايزين اكتر اللي عنده خبره دي الشهاده حد تعدد او تزود الكريتيريا بتاعته يعني تخلي الرانك بتاعه اعلى او لو بيفضلوا ما بين اثنين زي بعض في كل حاجه هياخدوا اللي معاه الشهاده. فالا لو هي مكان محتاج حد معاه الشهاده مجرد يعني عشان تفيل اند بيبس يعني فمستشفى بيدور على حد معاه مكافحه عدوى عشان يمسك قسم مكافحه العدوى فدي فمش هتفرق بقى ساعتها نوع يعني.
طب ايه هي المراكز المعتمدة في مكافحة العدوى او في ادارة المستشفيات او في الام بي اي في ما مصر؟ هو برضو حسب في مصر في الام بي اي مثلا عندك النمره واحد في الجامعه الامريكيه والاكاديميه العربيه، الحرية. كان البحث دول المعترف من بره. طب دول المعترف من بره. نعم، إدارة ما هي المستشفيات؟ اداره المستشفيات، ما برضو الاثنين دول بيقدموا فيهم نفس التخصص. يعني الاكاديميه دلوقتي زودت دول الام بي معترف بيهم بتاعها، بقى في اداره. دي انا بتكلم كجامعه كبودي، مش بتكلم كالشهاده. يعني الاكاديميه نفسها معترف بيها بره، ومعترف بيها في امريكا، معترف بيها في كندا. ده اللي عايز اوصل له يعني. طبعا غير الجامعه الامريكيه، يعني الجامعه الامريكيه بقى اغلى. بس ده الجامعه يعني الامريكيه لو في ناس بتفكر يعني لو ايه ده اللي بيفكر في الامريكيه، الجامعه الامريكيه كمان فيها مشكله ثانيه. الجامعه الامريكيه فيها الجامعه الامريكيه نفسها وفي الهيريوت وات تبعها. بس فيهم مشكله ان هم في الاكاديميه الميزه ان الدراسه فيها اما جمعه كل اسبوع او جمعه وسبت اسبوع واسبوع لا. في الجامعه الامريكيه الدراسه فيها يوم في الاسبوع حسب الماده. يعني الماده دي يوم ثلاث يبقى هتبقى يوم ثلاث، الماده دي يوم اثنين تبقى هياخدها يوم اثنين. فهي دي العيب بالاضافه طبعا للتكلفه الاعلى. الاكاديميه احنا عاملين فيها خصم كان طبعا النقابه بالنص، ده كان وان شاء سؤال الله ان شاء الله يعني برضو لو بعد الانتخابات هجدد البروتوكول. كانت واقف، هجدد البروتوكول. كنت قعدت مع الدكتور سماديسي واتفقنا ان احنا نجدد البروتوكول تاني عشان يبقى التكلفه بالنص. ده بعد من حضرتك يا دكتور ان لو كنت ربنا تعرف يكرمك ان شاء ترجع الله. تاني. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا لوقتك والله، يعني شكرا لكم. بشكر الدكاتره اللي تابعت اللايف ده. انا شخصيا استفدت من حضرتك، واتمنى كمان تكون ردينا على كل اسئله الناس والناس استفادت. بالتوفيق إن ليك شاء الله جدا تتكرر لو جمعتوا أسئلة تانية وفي أي حاجة تانية تحت أمرك في أي وقت تاني إن شاء الله. يعني ده شرف كبير يا دكتور والله، الله الناس يخليك، شكرا. عندها اسئله كتير يعني، لا بس تحت برضه أمرك في أي أشكرك وقت. حضرتك. لا لا تحت أمرك في أي وقت، تحت أمرك في أي وقت. عليك النهارده. أوكي ماشي، ألف شكر. شكرا.